ذكر يحميك يا يا عجلة باشا. انت بتعمل ايه هنا هلا يا بنت؟ كنت بطمن عليك يا بنت، وحشتيني، قلت اجي ازورك واظبطك. بعدين كان نفسي اشوفك كده بقميص نوم. هي المدام صفايفة يا باشا؟ صفايفة ها؟ بس الهدوم ما جاتش على مقاسك. ياد امك يا ابن الكلب منعتك. ان معلقتك انت وعيلتك كلها ما بقاش نسيف الحديدي. طب ليه كده يا باشا؟ ده انا حتى ضيف عندك، يعني حد يعمل مع الضيف كده؟ ها؟ ده انا ضيف عندك يا باشا، قلة أدب مش عايز. ها؟ بلاش قلة أدب. ايه ده بقى؟ عمك الكلام ده تعمله هناك. قول لي يا باشا، ايه احساسك؟ مبسوط؟ مبسوط بالشويتين دول كده؟ انت ايدك ناعمه كده ليه يا لا؟ هي صبرا كانت بترضعك صناعي ولا ايه؟ صبرا، فكرتني بصبرا. اخبارها ايه؟ انت امك اسمها ايه؟ بعينك. على فكره ممكن اضغط عليك واعرف اسم امك. انسى. والله ممكن، بس انا مش واطي زيك، لان امك ملهاش ذنب. ما لو تعرف ان الخلفه دي هتبقى وسخه كده اكيد ما كانتش خلفتك ولا اتجوزت اساسا، صح؟ يا امك منعتك يا ده محتاج. يا انت بقى يا ماشي يا ابن المرتشي. ماشي ماشي ماشي. ايه رايك؟ قلت تهدى بقى. بس انا زعلان منك يا خيبت ظني، طلعت ما بتعذبش كويس، يعني هفق. انا بقى النهارده هاجي اعلمك حاجه جديده. تضحك؟ انا اضحكك دلوقتي على الاخر. نفسي اشوف اخرك يا ابن صبرا. ابن صبرا ده هيقلبك مره حالا. انت بتعمل ايه يالا؟ ايه رايك؟ بتعمل ايه؟ بص كده. ركز بقى معايا. هقتلك يا ابن صبرا وحياة امك منعتك. السلك ده يا باشا المفروض دلوقتي. تعالى كده نجرب من هنا. نحطه فين؟ خلاص 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 يا بابا، خلاص خلاص يا بابا. ها على كيف كيفك صح؟ مش حاسس بحاجة. طب حس بقى. مبسوط؟ 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 حياة أمك أخليك تبوس رجلي في يوم من الأيام. بتبعت تجيب صحابك معاك هنا؟ تبعت رجالة أحسن. بيني وبينك يا باشا أنا شايف إن أنا بعمله ده تسالي. نخش بقى على التقيل. إيه رأيك؟ وأنا موافق. هدواك شوية تقيل. أرجوك. شوية تقيل. يا ريت ترضى. يلا يا شاطر. يلا. حلو حلو صح؟ كمان مرة. حاضر. حياة أمك منعتك. يلا استحمى بقى. ها عشان تأخرنا على الفصل. يلا. ها مبسوط؟ مبسوط يلا؟ ماشي. مبسوط؟ مبسوط؟ اللي أقول لي يا باشا صحيح، تفرق لو كنت جبت فوطة خضراء من صفرة من زرقاء؟ تفرقش يا كلها. تفرق في الرجولة. في الرجولة. الله ينور عليك. اتنفس بقى يا عم الراجل. ها فين الرجولة؟ ها فين الرجولة؟ هتعرفها في يوم من الأيام يا ابن صبرا. حياة أمك منعتك. اهدى شوية، اهدى كده، أنت حلو أمور. اهدى اهدى صحتك.
اهدى يا بابا، اهدى حبيبي، اهدى يا بابا، اهدى شويه، اهدى يا بابا. تعالى بقى نتكلم كده راجل لمره. اللي اقول لي يا باشا، ليه القانون بتاعكوا ده ما بيمشيش غير على الضعيف؟ بلاش دي، بلاش. ليه لما امشي في الشارع مثلا وقابل واحد من امثالك يسالني عن بطاقتي يقول لي شغال يالا؟ طب ليه يالا؟ ليه يالا؟ انتوا بيعلموكوا يا باشا الاحداث؟ ولا انتوا مثلا بيبقى عندكوا عقده وانتوا صغيرين نقص بتطلعوا على خلق الله لما تكبروا؟ ايه هتيجي زي الفار ولا ايه؟ لا هنأجل بقى الموتى، نخليها وقت تاني. ها؟ صحيح يا باشا نسيت اقول لك حاجه، كنت قايل لي لو شفت الشارع اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتقف على وشك صح؟ يا امك انا هقتلك يا ادم عبد الحي. يبقى اقفل الشباك كويس يا هفا. سامعني يا ادم عبد الحي؟ تاني يا بيه وحياة امك بلعتك. ادم بريء، دليل براءته كان بين ايديا. ولما هو بريء مسكتوه ليه؟ معرفش، السؤال ده كان محيرني وما كنتش عارف اجابته. لما قدمت لهم دليل براءته شككوا فيه ورفضوه، بس لما عرفت الاجابه اخدت قراري. وايه هو قرارك؟ هربته. هشام انت واعي للكلام اللي انت بتقوله ده؟ يمكن اكون خنت شرف مهنتي وهربت متهم، بس ده لاني انسان قبل ما اكون ظابط. حتى الظابط مهمته تحقيق الامن والعدل، عشان كده انا مش ندمان. انا لاول مره قدرت استرد ثقتي بنفسي، عملت الصح وسط كل الظلم والقهر والغلط اللي كان حواليا. ضيعت نفسك يا هشام. بالعكس، اللي كده لحقتها قبل ما تضيع مني. تفتكر ان هم هيسيبوك؟ ما فكرتش في الموضوع ده، مش عارف ممكن ينتهي لايه، بس كل اللي انا عارفه كويس اني ارتحت، شلت حمل كبير قوي من على صدري. حتى لو هيقطعوني المهم ان انا عملت الصح. انا ما فكرتش فينا، انا وبنتك وابننا اللي جاي. اللي بشوفه بيتعمل في الناس كنت بضطر اسكت عليه، مش عايز يجي اليوم ولا ايه بيتعمل فيكم. انا عايز ربنا يسترها عليكم وعليا، بس دي ناس ما بتعرفش ربنا. بس ربنا عارفهم واحد واحد، مش هيسيبهم، هيجي عليهم ويحاسبهم. صدقيني عمر ما الغلط هيفضل غلط، اكيد يوم هيجي وهيبان الصح. لحد ما يجي اليوم ده احنا هنعمل ايه؟ ما تقلقيش، انا مش هعذبك معايا. مش انتي كنت طلبتي مني الطلاق قبل كده وانا رفضت؟ انا دلوقتي موافق وهسيب لك البنت كمان، عشان على الاقل لو اتاذيت هتنزلي لوحدي ومفيش ضرر يجي عليكم. بدوني يا هشام. ده اسلم حل يا منال. انا ممكن افقد شغلي، مركزي يضيع، ما يبقاش عندي سلطه بعد كده، هرجع انسان عادي تاني. يعني مش هيبقى فيا اي ميزه عشان تتمسكي بيا. الله يسامحك، بقى انا عايشه معاك يا هشام عشان سلطه. انا ما قلتش كده، بس انتي اتعودتي عليها.
مش هتقدري تستغني عنها وانا انا مش هقدر اديها لك تاني. مش هقدر. مش هقدر حاجه من الدنيا دي غيرك انت. انت بس. ليه مش عايز تصدقني تغير؟ ليه مش عايز تحس بيا؟ انا جوايا جرح طويل اوي عمال بينزف. مش عايز يقف. مش عايز يقف. فوقني فوقني اوي وروح من النوم. هي بنتي الوحيدة. بنتي الوحيدة بقت عاجزة قدام عينيا وانا مش قادرة اعمل لها حاجة ولا سبب. يعني انتي عايزة تكملي معايا؟ ولو ما وقفتش جنبك ما بقاش بنت اصول. بس عشان ما تبقيش بنت اصول. لا يا حبيبي لا، عشان انت جوزي ابو بنتي ابني اللي في بطني، لانك اطيب واحن راجل في الدنيا كلها. انا ده انتي انتي ما كانش بيعجبك طريقتي. كنت عاميه عاميه وفتحت ساذجه وفهمت اني معايا احسن راجل في الدنيا كلها. عارف ليه؟ لانك انسان وعلى تامل على نفسها وهي معاك. لو حبيت تشيلها جوه عينيك، ولو كده ما تسلمهاش ابدا. لو كنت كده من الاول ما كانش عمري بقى في مشاكل ما بيننا. كل حاجه هتبقى كويسه تاني يا حبيبي. على فكره انا عندي خبر حلو ليك. الدكتور بتاعها عايز يتكلم من لندن وقال ان هم قبلوا العمليه وان شاء الله هتخف وتبقى كويسه. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه. يعني بنتي هترجع تمشي تاني على رجليها؟ ان شاء الله يا حبيبي. مفيش حاجه كبيره على ربنا. بجد؟ يا بنت كريم يا رب. يا بنت كريم يا رب. يا كريم يا رب. يا بنت كريم يا رب. يا بنت كريم يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. على فكرة كان ينفع تخرجوا تحتفلوا في أي مكان وأنا كنت هبقى قاعد هنا، يعني هروح فين يعني؟ ده كلام برضو يا آدم. دي سيسيل بتحضر الأكل وجاية ورايا دلوقتي، وبعدين احنا في ظروف ما تستحملش إن احنا نسهر بره.